بآخر تليفون بيننا قبل ما أعرف مين أنت حسيت أنك صادق بكل حرف قلته. إحساس غامض هيك بيشبهها مثل نسمة صيف باردة. إحساس قال لي إنه مو كل البشر طماعين، مو كلهم وحوش. إحساس قال لي إنه لسه في حدا بهالدنيا ممكن يحبني أكتر ما بتصور، حدا بيخاف يخسرني. يمكن قلت لحالك قديش هالبنت ساذج انها صدقت صوت بدون ما تشوف عيون، بس ومع ذلك صدقتك. ما بعرف، يمكن انا بحاجة اني صدق. كنت محتاجة لهالشخص المجهول على قد ما احتجت الاستاذ عابد. عابد اتركني احكي ويا ريت تسمعني لانه الحكي بيريحني. اللي زمان محتاجة افتح قلبي واحكي كل شي جواته. لما عرفت انك بتحبني خفت كتير، ما بعرف شو صار لي. يمكن لانه كل كلمة اعجاب صارت تنحسب بقديش وبالدولار اذا بدك، خاصة انه طمع حرزاني. فاذا انت كمان طلعت بتحسبها بالارقام معناها على الدنيا السلام. أنا ما رح أقلك شو حبيت فيك لأني ما بعرف الجواب، ما بعرف كيف وليش، بس بعد ما عرفتك منيح يمكن أقدر لاقي المبررات. بس صدقيني إذا دورنا على المبررات نظلم الحب. الحب مانو لون شعر ولا لون عيون ولا بياض ولا سمار، الحب أكبر من هيك بكتير. والغريب من أول لحظة شفتك فيها، من أول ما لمحتك حسيت بالخوف، خوف كتير كبير. يمكن هلأ اللي متأكد منه كتير هو سبب هذا الخوف، لأني بحبك أكتر ما بتتصوري، أكتر بكتير ما بتتصوري. وهذا الحب خلاني خاف أخسرك، وإذا خسرتك ما عاد في معنى لحياتي أبدا. عابد، ليش أنا عم صدق كل شي عم تقوله؟ ليش عم خاف من حالي لأني عم صدقك؟ لأنك ما عم تتركي حالك لحالك، جواتك في خوف وحذر، رنيم اللي جواتك ما عم تتنفس. معك حق، لأنه رح تختنق رنيم. ما قلت لي شو بخصوص أستاذ عابد؟ كنت بدك تصارحني بشي. عابد ما كان موجود. عابد ما عنده سبب ليعيش. صدقيني أنت سبب وجوده، وبعدك يضل عايش كرمالي. طيب خلينا نروح. اسألك سؤال، مين الثالث؟ شو بدك تحاسبني؟ يلا امشي.